حقيقة هذه المرحلة تمثل نقطة مفصلية في تاريخ المنطقة ومركز الكثير من هذه التحولات، هو العراق ووادي الرافدين، وما سيحدث في العراق سيكون له تبعات كبيرة على المنطقة. فالعراق بيضة القبان وعنصر التوازن في المنطقة. نتمنى ونعمل من أجل أن تنتهي الانتخابات إلى نتائج مقبولة قانونيا ودستوريا، وننتهي إلى ترتيب الأجواء المطلوبة لتشكيل حكومة فاعلة تلبي حقوق العراقيين في حياة حرة كريمة. هناك في العراق مشاكل كثيرة وكثيرة لا يمكن تجاهلها، ولكن أيضا من المهم أن نركز على أن التحولات في العراق خلال العشرين سنة الماضية فيها كثير من الجوانب الإيجابية التي لنا أن نعتز بها. كانت هناك أكثر من 5 حكومات تعاقبت على إدارة البلد وفق السياقات الدستورية والسياسية، ولم ينتهي لا رئيس وزراء أو رئيس جمهورية إلى سجن أو إلى مشنقة كما هو الديدن في كثير من البلدان في منطقتنا. لكن هذا لا يكفي، العراقيون يتطلعون إلى حياة حرة كريمة، وهناك مشكلة تثبيت أركان حكم رشيد في العراق يمكن العراقيين من التمتع بخيرات بلدهم. المنظومة الأمنية والسياسية في المنطقة انهارت بعد الحرب العراقية الإيرانية، وإذا كنت منصفاً أقول أن مشاكل العراق الخارجية وعدوانها ومشاكلها زمن النظام السابق انبعثت وانطلقت من مشاكلها الداخلية. فالعراق المسالم مع نفسه، العراق الذي هو في أمن مع شعبه، يكون في أمن مع جيرانه. فحل مشاكل بلدنا سيكون مهماً. المرحلة القادمة مرحلة استحقاقات وطنية كبيرة، تشكيل الحكومة يقيناً، لكن لدينا مشاكل تتطلب منا الخوض فيها ومعالجة بنيوية لمشاكل الحكم. أولى هذه المشاكل لا شك ستكون المشاكل العالقة والمتراكمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وفي تقديري لم يعد بالإمكان أن ننتظر كل سنة النقاشات حول الموازنة لتثار هذه المشاكل. بعد 20 سنة نحن بحاجة إلى حوار حقيقي حول هذه المسائل، والحوار يكون في بغداد وحول طاولة مستديرة نتحدث فيها في عمق هذا المشاكل، كي نثبت أركان حكم رشيد، ليس فقط فيما يتعلق بإشكالية الإقليم مع الحكومة الاتحادية، لكن أيضا الإشكاليات المتراكمة المتعلقة بالأداء الحكومي وأداء الدولة في خدمة مواطنيها في مناطق العراق الأخرى. العراق المستقر الآمن يقينا بموقعه الجغرافي وبإمكانياته وبتنوعه يمثل نقطة التواصل بين المنطقة. العراق وادي الرافدين تاريخه ومكانته، العراق نقطة تلاقي الكرد والعرب، الشيعة والسنة، الكتل البشرية الكبرى في المنطقة من إيران وتركيا والعرب، الأمم الكبرى في المنطقة العربي والتركي والفرسي والكرد. كل هذه المسائل تجتمع هنا في كردستان ووادي الرافدين وتتلاقى هنا وتحسم هنا، وما يحدث في العراق يكون له تأثيراً كبيراً على جل المنطقة. لا أريد أن أتحدث وكأننا مركز الكون، لكن يقيناً أن هذه المنطقة وتداعياتها كبيرة على عموم المنطقة. في الفترة الماضية وأنتم تتابعون الأحداث، كان هناك انفتاحاً عراقياً مهماً على جوارنا وعلى العالم. اجتمع في بغداد دول المنطقة جيران العراق المختلفين في كثير والكثير من المسائل، لكنهم التقوا في بغداد وتوافقوا على رؤية أن العراق المستقر يخدم مصالحهم. من منظور مختلف لهذه الدولة أو تلك، لكن يقيناً
كل هذه الدول تختلف في أجنداتها وتختلف في أولوياتها، لكن لأسباب متعلقة بهم تقديري أنهم يجب أن يتفقوا على العراق المستقر الذي يكون في أمن مع نفسه وأمن مع جواره. العراق بموقعه الجغرافي ممكن أن يكون عامل الترابط بين اقتصاديات المنطقة. المشكلة الأكبر في منطقتنا، في إيران، في تركيا، وفي العراق، وفي الأردن، وفي مصر، وفي كثير من هذه الدول، هي مشكلة الأعداد المتزايدة من شبابنا العاطل عن العمل. هذه هي المشكلة الكبيرة. نتحدث عن الشراكة في السلطة، نتحدث عن الأمن، لكن الأمن الحقيقي يتأتي من حل المشاكل الاقتصادية الحقيقية العميقة التي تجابه بلداننا. العراق اليوم نفوسه 40 مليون نسمة. سنة 2050 سيكون نفوس العراق تعداد نفوسه 80 مليون نسمة، و70% من تركيبتنا السكانية ما دون سن 30. كاكا مسرور، أنت اليوم رئيس الحكومة هنا، كيف تتعاطى مع كل هذه التحديات من حيث فرص العمل، التعليم، الصحة، المساكن، إلى غير ذلك من الأمور؟ لا يمكن أن تكون هناك حلول موضعية أو مناطقية، إنما تحتاج إلى حلول إقليمية وتضافر حقيقي فيما بيننا. والمنطقة بحاجة إلى بنى تحتية. كنت في حديث مع العديد من قادة الخليج قبل فترة، الكل مهتم بالاستثمار في البنى التحتية في العراق، من طرق وسكك حديد لإيصال الخليج بأوروبا. هذه البنى التحتية ستوفر فرص العمل، ستزيد التجارة البينية بين الشعوب ودول المنطقة. هذا هو الطريق أمامنا، ليس لنا خيار آخر، وليس هي خيار أولويات نعمل هذا أو غير ذلك. إن لم نتعاون على صعيد المنطقة لتوفير فرص عمل لمواطنينا، بعد 10 سنوات سنكون في ورطة كبيرة ومشكلة أكبر بكثير مما نحن فيه. نتحدث عن التعاون الإقليمي. كنت يوم أمس أتابع الإعلام ورأيت صوراً مؤلمة لسد زاويتا الذي جف بسبب هذه السنة من الجفاف. كارثة محققة نراها بأمي أعيننا. سيروان، نهر سيروان، وكذلك الكثير والكثير من الأنهار والروافد الأخرى لدجلة وما تتعرض له من تجفيف وإلى غير ذلك. كل دول المنطقة لديها مشكلة مياه ومشكلة تصحر ومشكلة بيئية خطيرة بدأت تهدد حياتنا ونوعية حياتنا وما تعودنا عليه طوال تاريخنا في الماضي. هذه المشكلة البيئية لا يمكن التعامل معه فقط في دهوك أو فقط في إقليم كردستان أو حتى فقط في العراق، وإنما يجب أن يتم التعامل معه على صعيد المنطقة والإتيان بحلول جدية كي نعمل على تحويل اقتصادنا باتجاه الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص أفضل لمواطنينا في المستقبل. فالتحديات أمامنا خطيرة، تحديات الأمن، تحديات التطرف، إلى غير ذلك من المشاكل. لا أستطيع أن أتصور بأن هذه ممكنة أن تحل بإجراءات محلية أو مناطقية، بل تتطلب تعاوناً إقليمياً وتواصلاً. الخلافات في المنطقة خلافات عميقة وجدية، ولا يمكن أن تحل فقط بالشعارات والاستعراضات، لكن أحياناً هذه المحاولات وإن كانت سطحية في هذه المرحلة إن شاء الله ستؤدي إلى ما هو مطلوب. المنطقة تترقب نتائج الانتخابات، المنطقة تترقب الوضع القادم في العراق، كون العراق الدولة المهمة المحورية. إن شاء الله بتعاون الخيرين وتكاتف المخلصين سنتمكن من هذه المهمة. أنهي كلامي مرة أخرى بتقديم الشكر إلى القائمين على هذه الندوة، وأتمنى لهذا الصرح العلمي وهذه الجامعة العزيزة أن تتقدم وتتطور، وأتمنى أن نراكم في أوقات أخرى وفي أوقات أفضل، وشكرا جزيلا.